السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء طلاب المرحلة الرابعة قسم الهندسة المدنية، هذه تكملة محاضرات مادة هندسة المواصلات الفصل الأول للعام الدراسي 2019-2020. المحاضرة هذه هي بناء على توجيهات الوزارة بتقليص المادة المعطاة، فالمحاضرة هذه ستكون ضمن المنهج الفصل الأول لكن غير مطالبين فيه في حال أداء امتحان النهائي للفصل الأول. لكن الغرض من تقديم هذه المحاضرة هي مطالبتكم بتقديم تقرير الغرض من تقييمكم وتقييمكم وإعداد درجاتكم النهائية للفصل الأول. التقرير هذا هو اختيار أحد أنواع التقاطعات، هذا موضوع المحاضرة لهذا اليوم، التقاطعات أنواعها تحديداً. نختار أحد أنواع التقاطعات ونكتب عليه تقرير لا يتجاوز الأربع صفحات. التقاطعات ما هي أنواعها؟ إحنا راح نذكر أغلب أنواع المشهورة أو القياسية للتقاطعات، راح نذكرها في هذا العرض وفي عرض آخر. والمطلوب من عندكم تختارون نوع واحد فقط، نوع واحد فقط لكتابة التقرير عنه. سيتم ذكر مقترحات للتقارير أثناء شرح هذه المحاضرة. العرض هذا سيكون مخصص على أنواع التقاطعات اللي هي ضمن جروب أتجريد إنترسكشنز واللي حنوضحها في هذا العرض. فإذا التقاطعات بصورة عامة ما هي؟ التقاطعات it is an area shared by two or more roads which meet or cross. فإذا هي المساحة المخصصة لتقاطع أو التقاء طريقين أو أكثر. أحيانا المركبات يعني لغرض الوصول إلى نقطة هدف معينة فتتغير اتجاهات المركبات، وهناك مركبات تتجه مثلا على سبيل المثال من جنوب المدينة إلى شمالها، وهناك مركبات أخرى حسب الرحلة تتجه من يسار لشرق المدينة إلى غربها. فالاتجاهات يعني هنا تكون متعامدة، فأكيد راح تلتقي في نقطة معينة، فحتسبب اصطدام المركبات ويعني تسبب أيضا حوادث مرورية. فلغرض توفير مسافة آمنة لالتقاء المركبات أو تقاطعها تم تصميم التقاطعات. It is designated for vehicles to turn to different directions. فإذا هي المساحة المخصصة للمركبات التي تنوي تغيير مسارها، تغيير اتجاهها أو الانعطاف والاستدارة. لأن هذا النوع من الحركات اللي هو turning يحتاج إلى مساحة خاصة لتتم عملية الاستدارة والانعطاف، هذه المساحة حتوفرها الانترسكشنز. بصورة عامة هناك نوعين من التقاطعات intersection types. النوع الرئيسي الأول هو Integrated Intersection، والنوع الرئيسي الثاني Grade Separated Intersection and Interchanges. العرض هذا سيكون مخصص للنوع الأول هو Integrated، والنوع الثاني سيتم شرحه في عرض منفصل. Integrated Intersection بصورة عامة هو التقاء طريقين أو أكثر يكونون نفس الجريد، يعني ممكن يكون Plane يعني ذات جريد يساوي صفر، أو ذات جريد قليل جدا ما يتجاوز 3%. فيكون هو يستخدم ميلان الأرض الطريق الطبيعي بدون اختلاف الجريد لأحد الطرق عن الآخر. يتم تصنيف هذا الـ Integrated Intersection حسب عدة معايير، منها Road Segments, Traffic Control أو Lane Design. By Road Segment على سبيل المثال هناك عدة أنواع مثلا 3 Legs, 4 Legs, Multi Legs، وهذه راح نوضحها بالشرح القادم. والنوع الأنواع المركبات حسب الترافيك كنترول هي مثلا uncontrolled، يعني ماكو هناك أي نوع من أنواع الترافيك كنترول بالتقاطع. priority هو إعطاء الأسبقية لإحدى الطرق عن الأخرى. stop controlled اللي هي تستخدم علامة الستوب، أو yield controlled اللي تستخدم علامة yield، هذه علامات مرورية. أو signalized intersection اللي هي تستخدم signals أو الإشارات الضوئية، وحسب أيضا هناك أنواع أخرى. وممكن انه تعتقد فيك عندكم فكرة عنها بالمرحلة الثالثة، وممكن تبحثون بالانترنت عن انواع الاخرى وقت اختيار نوع وكتابة عنه. اللين ديزاين راوند اباوت اللي يعني حسب تصميم اللين، في الراوند اباوت يعني اختلاف بتصميم اللين عن النوع الطبيعي او القياسي، وايضا هذا بحد ذاته ممكن يكون موضوع تقرير. فإذا طلبتنا الأعزاء هذه هنا عدة أنواع، هنا تقريبا توصل إلى يعني تقريبا 10 أنواع أو 8 أنواع، فممكن تختارون واحدة من عدها وتكتبون عنها. ممكن مثلا تختار 3 leg، والنوع السيطرة المروري ب 3 leg فيصير موضوع
وننبهكم هنا التقارير المتشابهة ستعتبر غير مقدمة والدرجة حتكون صفر بالنسبة للتقرير. فإذا هذا مقترح لمجموعة من الأنواع لاختيار مواضيع التقارير. عندنا النوع الأول هذا three leg intersection، هذه صورة توضحها. هنا عندنا نشوف عندنا يعني ثلاث طرق تلتقي بنقطة أو في مساحة نسميها T intersection، يعني لأنه شكل التقاطع يصير عندنا يشبه حرف T. ممكن أحد هذه الطرق تكون مائلة مثل بهاي الصورة، هذا هنا يكون مائل، فهنا النوع نسميه Y intersection. فهذا نوع عندنا هذا four leg intersection. الفور ليج انترسكشن هي اربع طرق يعني متقاطعه مع بعض، فممكن هنا احنا تقارير يكون هو اختياري اما 3 ليج تي سي انترسكشن او 3 ليج واي انترسكشن او 4 ليج. الفور ليج بحد ذاته بانواع، اكو بي سمبل اكو بي ادفانس، فممكن احنا نختار من عندها. انواع الحركات داخل التقاطعات، هناك مثلا البروتكتد، هناك البريرميتد، او حسب اتجاه الثرو اللي هي الستريت او الرايت او الليفت ممكن تتكلمون عنها بتقارير. هذا النوع آخر هو نسميه multi leg intersection، يكون عدد الابروتشز أو عدد الطرق تكون أكثر من أربعة، ممكن خمسة أو ممكن ستة. هذه أنواع يعني قليل وجودها لأنه تكون مكلف. عندنا هذا الراوند أباوت، هذا الراوند أباوت هو وجود ساحة دائرية دا في منطقة التقاطع، فهنا حركات التصميم اللين هنا مختلف داخل التقاطع، خصوصا يكون تصميم دائري، وأيضا اتجاه أو حركات المركبات تكون يعني مختلفة. هنا هذا نوع من التقاطعات يعتبر أكثر أمانا من الأنواع السابقة الذكر. هناك بعض الورنز بالنسبة للتقاطعات، خاصة بالأحجام المرورية، خاصة بالكونفليكس، خاصة باللاند افيلابيلتي، لأنه الانترسكشن تحتاج إلى مساحة، فإذا كانت المساحة كافية ممكن إنشاء تقاطع، وإذا كانت المساحة غير كافية لا يمكن إنشاء تقاطع، أو نحدد نوعية التقاطع. أيضا الكلفة. التراتيك كونفليكس نقصد بها هو التقاء المركبات مع بعض، وهي تختلف حسب نوع التقاطع، يعني إذا كان بالثري ليج يختلف عن الفور ليج، فممكن تكون موضوع التقرير هو التراتيك كونفليكس حسب أنواع التقاطعات. عندنا هنا مثلا على سبيل المثال هذا النوع، عندنا الون واي، كل الطرق اتجاه حركتها ون واي، يعني شوف عندنا من الجنوب إلى الشمال باتجاه واحد فقط، والابروشز الأفقية اللي هي من اليسار إلى اليمين أو من الغرب إلى الشرق أيضا اتجاه واحد فقط. فالتقاطع هنا يكون عدد الكونفليكس بوينت راح نشوفه أربعة داخل التقاطع، زائد النقطتين هي جاية من حركات من الانطافات اليمين، هي حركة اليمين عندنا واليسار، فصارت مجموع الكونفليكس بوينت هنا ستة. نشوف هنا زادت عندنا، والسبب أنه صار عندي تو واي بالحركة، راح نشوف باتجاه الشرق والغرب عندي من يعني من اليمين إلى اليسار من اليسار إلى اليمين، واتجاه جنوب شمال راح نشوف أيضا عندنا من تحت إلى فوق ومن فوق إلى تحت، يعني اتجاهين. إضافة إلى هذه الاستدارات صارت عندي أربعة، يعني اثنين رايت موفمنت واثنين ليفت موفمنت، فهي كلها زادت عدد الكونفليكس إلى 24 نقطة، فذلك هذا النوع من التقاطع يكون أكثر خطورة. بصورة عامة الجريد إحنا قلنا بما إنه أتجريد انترسكشن، في الجريد في كل الرود واي يكون تقريبا ماكسيم 3%، يفضل إنه يكون أقل من 1%. عندنا إحنا شيء يسميه سايد ديستانس، أخذنا فكرة عنه. فبالتقاطعات بالنسبة للسايد ديستانس موضح هنا، راح نشوف عندنا مركبتين، مركبة A باتجاه الطريق الشرق غرب، وعندنا مركبة B باتجاه طريق جنوب شمال. فالمسافة ما بين المركبة A ومركبة B راح نشوفها يعني مرمزة ترميزين، عندنا الدي A وعندنا الدي B. فبالنسبة للدي A هي خاصة بمركبة A، هي المسافة ما بين يعني الجزء الأمامي من مركبة A إلى للنقطة اللي حتوصلها مركبة B، يعني ممكن انه توصل المركبة B هذه عند وصول مركبة A الى هذه النقطة بدون حدوث اصطدام، فنسميها المسافة DA. بينما DB هي تكون المسافة ما بين المركبة B ووصول المركبة A الى نفس النقطة بدون الاصطدام، فنسميها المسافة DB. الدي اي والدي بي نفس القانون اللي استخدمناه بالسايد ديستانس، تحتاج بها بيرسبشن تايم اللي نستخدمه من قانون السرعه والمسافه والزمن، نضربها في رقم 0.278 هذا تغيير الوحدات، والمسافه الاخرى اللي هي بريكنج تايم نستخدم بها الفريكشن فاكتور مع الجريد فاكتور، وايضا عندنا هذا 254 تغيير الوحدات. راح نحتاج انه اكو قانون اخر هو نسبه الدي اي الى دي بي تساوي نسبه دي اي ماينس اكس الى واي، فالاكس والواي هذه
تمثل هذه المسافات عندكم مؤشرة بالرسم، هي ما بين منتصف الطريق الجزر الوسطي الطريق إلى الأوبجكت، إلى الأوبجكت. هذا الأوبجكت اللي ممكن يمنع المركبة بي إنه تشوف المركبة أي، ونفس الشيء مركبة أي تشوف المركبة بي. فهنا عندنا صار يعني أربع متغيرات اللي هي بي أي، في بي سرعة المركبتين أي وبي، وعندنا الإكس والواي، وعندنا أيضا الدي أي والدي بي. فإذا السؤال ممكن يكون إعطاء يعني كلها معاليم وواحد من عندها مجهول، فشون يصير الحل؟ يعني في حال إذا كان عندنا X و Y معلومة R fixed and we will choose to select V، فمثلا خلينا نقول ال V B معلوم، ال V A معلوم، المطلوب هو ال V B. فبالحالة شو نسوي؟ راح نستخدم قانون ال D A، هذا أول قانون مكتوب، نعوض ب ال V A ونحسب ال D A. بعدين ناخذ ال D A نروح على القانون الثالث اللي هو نسبة ال D A إلى ال D B. ال X وال Y معلومة فتبقى بس ال D B مجهولة، فنحسب ال D B. ثم الـ DB نجي نعوضها بالقانون الثاني حتى نحسب الـ VA، عفوا الـ VB. في الـ VB فهنا استخرجناها. هناك بعض التفاصيل الهندسية بالنسبة للتقاطعات ممكن تكون أيضا موضوع تقرير، منها الـ Speed Change Lane. الـ Speed Change Lane غرض من عنده هو توفير مسافة لتسمح للمركبة بتغيير السرعة. يعني مثلا في حال احنا عندنا هنا بالتقاطع ماينر وميجر، ماينر رود وميجر رود، فالسيارة المركبة اللي بالطريق الماينر راح تمشي بسرعة أقل من المركبات اللي بالميجر. فهنا بهالحالة المركبة تريد تدخل للميجر، معناته تحتاج إلى مسافة حتى تزيد السرعة. فالمسافة هذا حيوفرها يعني السبيد تشينج لين. ممكن أيضا حالة أخرى اللي هي بالميجر، سيارة بالميجر وتريد تستدير إلى الماينر، فبالحالة لازم تقلل السرعة، فايضا تحتاج الى مسافه تقليل السرعه. في المسافه هذه هي اللي نسميها سبيد تشينج لين. هنا عندكم مؤشر بالرسم، هذا في حال اذا تكون المركبه تنتقل من الميجر الى الماينر، او وهنا المركبه لما تستدير من الماينر الى الميجر. هذا اللين الاضافي سبيد تشينج لين راح يكون تقريبا عرضه حسب مؤشر عندكم بالرسم 3.5 الى 4 متر، وتقريبا يعني الريت اوف ترانفيرس شيفت تقريبا 0.6 الى 1 متر بالسكند. هذا مقدار اللي يعني تغيير يصير بسرعة. النوع عندنا السبيد تشينج لين يعني يتكون من جزئين. الجزء الاول نسميه تايبر لينث. تايبر لينث هذا موضح عندكم بالرسم، هذا من جهة اليسار وهذا من جهة اليمين. تقريبا هذه المسافة هنا الطول مالتها يساوي 0.278 في في يعني في في تي، يعني استخرجها من قانون السرعة. هنا تعتمد على سرعة المركبة، ونقصد به هو التايم اللي نحتاجه لتغير المركبة السرعة مالتها في لين إضافي يساوي تقريبا هذا الزمن يحتاج 4 إلى 6 ثواني. الجزء الثاني من speed change lane هو نسميه acceleration deceleration lane. هذا عندكم موضح بالرسم. الديكسيليشن لين هاي حالة المركبات اللي تريد تتغير اتجاهها من الميجر الى الماينر حتى تقلل السرعة، والاكسيليشن لين هي المركبات اللي تنتقل من الماينر الى الميجر حتى تزيد السرعة. تقريبا ايضا نستخدم القانون الواضح امامكم حتى نحسب طول هذه المسافة. هذه القوانين امامكم، هاي تستخدم لحساب الاكسيليشن لين ال2 داش والـ L2. هنا الـ A small هي الـ acceleration of vehicle، يعني مقدار الـ acceleration rate اللي هو راح ما بين 3 إلى 8 كيلومتر أور بير على سكند، والـ D هو الـ deceleration rate اللي سرعة التباطؤ أو مقدار التباطؤ rate، يعني 3.5 إلى 12 كيلومتر أور بير سكند. generalization هي وسائل ممكن نستخدمها حتى نوفر الـ separation of movement، يعني فصل الحركات عن بعضها وتقليل الـ conflicts، تقليل احتمالية اصطدام المركبات مع بعضها، وبالتالي زيادة كفاءة التقاطع. من وسائل generalization عندنا مثلا هذا توفير جزر وسطية لفصل الحركات المتعاكسة بكل طريق من طرق الملتقية بالتقاطعات. عندنا مثلا الايسلاند اللي هي مخصصة لفصل الحركات المنعطفة يمينا او يسارا عن الحركات الستريت. وعندنا ايضا مثلا اللين ماركينج، هي هذه الاشارات اللي مرسومه على البيفمنت لفصل الممرات بعضها عن بعض، ممكن ايضا تستخدم لفصل الاتجاهات المتعاكسه. الى هنا انتهينا من شرح كل ما يتعلق بال
الانتجريت انترسكشن. العرض القادم راح يكون مخصص للنوع الثاني اللي هو انترتشينجز والسيبريتد انترسكشن. وقلنا المواضيع هذه العرضين ممكن تستخدم تختارون واحد من عندها حتى تعدون تقرير ما يتجاوز الاربع صفحات.